تام. ايش هالهم سوار كل فيها هلا برجر تاني على الطريق. طبق اثنين ولا ثلاثة؟ اثنين بس حبيبي. خلاص ثلاثة ما في مشكلة. ايه هلا خلينا نجرب البرجر. استنوا اللي ما شاف فيديو على قناتي الخاصة عملت لكم وصفة برجر وصوص الجبنة مع البطاطا وهالبينو غير شكل. شو قالوا طيبة؟ يلا كلوا بسرعة يا جماعة. رايحين لوين رايحين سوار؟ جوسي. رايحين لعند جوسي، بس قبل ما نروح لعند جوسي رايحين ناخذ أمل لجوسي من المطار. أكبر صدمة. كل حبيبي كل جوسلين حتتفاجئ اليوم بأمها وما بتعرف صدقا لا هي ولا هلال ما بيعرفوا. يا جماعة هذا الفرايز مع صوص الجبنة بعمله طبعا. جانا تعلمت الطريقة ونزلتي طريقة الإشي صح؟ طبعا على قناة العائلية طريقة تحضير البرجر. نزلت كل شيء فيكم تحضروا قناتي الخاصة. المهم يا جماعة خليكم متحمسين معانا اليوم. سوا هلا رح يروح يجيب أخته من المطار، بعدين فورا رايحين لبيت جوسي وهلال. قلنا رح نيجي نسهر عندكم، ما بيعرفوا معانا شخص تاني اللي هي أمها وأبوها. بتعرفي شو حكيت؟ قالت لي شو إما جايين؟ قلت لها فلان ساعة بنكون عندكم. قلت لها جهزلين رح نصور وهيك، إنه محط له رح أجيب شغلة لهلال. مفاجأة يعني. هلال مشان يروح الشك تماما. هي شو قالت؟ انه كاميرا ولا شو ولا عدسة؟ قلت لها شو بديك؟ خلص لا تروحي المفاجأة. ايه جماعة. فجهزوا حالكم لانه انا جاي رح اصور وجايبة هدية لهلال. كثير متحمسين، انا متحمس لردة فعل جوسي لانه هي بالعادة ردة فعل كثير كثير باردة. فهنشوف هلا اليوم رح تفاجئ بأمها. جهة مستحيل يعني تصور يعني بينك وبين شخص شي 5000 كيلومتر تشوفيه فجأة. ايه يلا مبسوطة كثير. بس للأسف مو جاية لسه. لو جاي لسه كنت انبسطتي اكثر بكثير. مو جاية لسه هي اكثر. سيوار هاي الطابق الثاني. اي والله طيب لو جاية لسه كانت إلا انبسطت. لا عم تبوسيني. أتينا؟ نتي جاية متي؟ نتي؟ ياي ما بتعرف شيء. شو حنعمل هلا؟ رايحين نجيبهم ناخذ الأغراض معنا ودايركت لعند جوسي. ناخذ اسفنجات معنا. إيه صح لأنه المطار كثير قريب منا. شغلة 10 دقائق أو ربع ساعة. يا حناخذ بطانيات واسفنجات اللي عنا لأنه رح ننام هنيك. تخيل أخذ سوار جاي لهون نحن نقعد بالبيت مثل بلجيكا. تستقبل ضيوف دبي وضيوف بلجيكا. وصلنا يا جماعة طبعا بعد زحمة. الحمد لله بخير وصلنا. بس اتصلوا فينا قال شو؟ قال واصلين. يعني كل يوم نحن يعني كل قال كل يوم كل مرة لازم نجي ناخذ حدا من المطار لازم نكون متأخرين. هذا أنت سوجا. سوجي؟ إيه دايما 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 سوجا يكون متأخر. أنا حاسس هلا رح يستنونا هنا على الطريق. إيه يا جماعة هلا رح نشوفه على الطريق. وين كان؟ هاي. وأخيرا لي 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 يا عمي إلا شو مبسوطة. أتينا هلا تماتي بشوف أتينا عم تقول ماتي. يا عمري هلا صح صحيت فقت على صوت إلا عم تقول ماتي. انت ما رح تقول ماتي انت رح تقول اختي. ايه ببساطة انا. يا عمري هاتينا هاتينا مصدومة. هاتينا هاتينا عمو عمري انا سترة تشتري. الحمد لله على السلامة. الله يسلمكم ماتي. والله هاي هاي ماتي. هلا وسهلا. هلا رايحين بس ايش خططنا؟ صار لنا ساعة بنفكر كيف رح نفاجئ جوسي. فقلنا انه انا وسوار والولاد بندخل على اساس بس لسه ما بكون مسكرين الباب. بتجي امها لجوسي وابوها ونشوف ردة فعل جوسلين. متحمسين كثير وهيك قلبنا عم يدق بسرعة. والله كانوا كلياتنا رح نتفاجئ. حط حالك محل ما. والله انا بجن سوار. فاجئني بامي كمان انت سوار. فاجئني انت كمان شي مره بامي. روحوا هنيك هنيك بعد السياره. بلكي تطلع تكب زباله او تعمل شيء تشوفه. لا يا زلمه خلص خلص انا بدي هون نفس الشيء. انت صف السيارات. رح
يسبونا والله لانه تاخرنا كثير. تاخرنا كثير، شفتوا شو صار معنا نحن؟ ما كان بايدنا. ما تسبونا يا جماعه، ما تسبونا بليز. هاي كيفكم؟ ساعة 2 على الساعة 11. لك شو اسمه؟ بس ليك انت وقت تشوف المفاجأة وتشوف المفاجأة اكيد رح تراعوا ظروفنا ورح تتقبلوها كثير كثير كثير. شو هي؟ يلا خلينا هلا خوفتيني خوفتيني على كل لحظة احلى فجأة فجأة كبيرة يعني احلى فجأة فجأة هلين بابي كم من وين جيتوا؟ من وين طلعتوا؟ امبارح كلها عم نلعب شدة ما توقعت صراحة كنت حاسة انا كنت حاسة بس ما توقعت لانه امبارح اتصلت حبيبي لا احلى مفاجاه والله شكرا توقعتوا هذا الشيء لا والله صراحه ابدا كيف ما سلمنا على الجماعه شو مهدد عادي عادي نحن من اهل انت قال لا والله ما بعرف شيء وصار يحلف انا ما بعرف كل اللي يعرف المسكين لا والله ما بعرف يعني قلت له اصلا اذا بده يعمل شيء كان حدا قال لي يعني كان شوردة قال لي لا يمكن انت يعني مشاعرك هيك شوي وبعدين قلت له يمكن ما يقولوا لك مشان بيعرفوا قال لي ما حخبي عليك زيارة قال لي لا تخبري هلال كمان لأن هلال ما بيجي يصبر قلت لها رومانسي كثير وحساس يا جماعة احنا شيء بدها تطلع جزء بدها تطلع امها لجسلين انا ليش الازت ما بعرف ما كنت حدا جسلين صرخت ايه وما كنت بعرف طلعت ناس تخفت يعني انا طلعت بحياتك ما بنسى انا يا ريت لو حدا عمل لي هيك انا بدي هيك هلا انا بدي هيك بدك هيك انت شوف اتفق مع امي طبعا هون التليفون كمان شغال 24 ساعة مع بلجيكا الو هاي سيلدا هاي شي اختي لعبي جاب لي اياه خالك بالصندوق العشوائي شو هاي؟ هاي تبع القهوة حطيه بالفيش وهو يعني على الكهرباء جيبيني شو الخطرة بس انا الصندوق العشوائي سوال لازم جيب لي هدية البيت لك لا شو بدي بهدية البيت بعرف رح جيب لي شيء كثير حلو ضلا يا جماعة رح جيب لي شيء كثير حلو خلص شو هي؟ صارت دي بدي بس عملت جوله بالبيت بجيبها اول شيء ما رح لازم اعمل لازم نعمل جوله بالبيت كسلانه ما رح نزل حتعملنا قهوه هلا جوسلين صار لها ساعه هي وهلال عم يخانقونا قالكم ليش؟ ايه لانه ما خبرتونا قالوا لي كنا نعمل اكل كلنا نعمل اشياء طيبه لك انت معدله والله بيعرفوا يعني ما في داعي لا جيهان هي حقها هن فاتوا بموقف نحن وصلنا الساعة 2 بالليل لهون بالليل شو بدنا نوصي وقول هي ونحن قلنا انه جايين على الطريق فقالت انه شو نوصي شو ناكل هيك قلت له خلص عيفي بعدين هو قال لي اتصلت فيه قلت له شو اطبخ قال لي خلص بس نجي اتصلت فيه لانه ما بتعرف كم شخص جايين عرفتوا قلت له خلص بس نجي ولك تبعت لي ايموجي اللي معصب فاجئك انا لازم تبوسيني والله فالمهم اجينا هون بدنا نوصي اكل وهيك ما نلحق نطبخ وساعة 2 بالليل وتعبانين يلا الاكل على الطريق جسمي شوف قد ايه في اصوات كثير حلوة كنت مقلينك عجقة وصوات لعيني غير شكل لا وريحة القهوة عم تطلع هيك شايفين رح نعمل قهوة كأنه جايين هيك خطبة وما خطبة كثير حلوة الاجواء فالمهم يا جماعة هلا وصينا اكل شيء انه سريع وصينا اكل برجر ومن بكرة نبلش الاكل عليك وعلى ماما انا بعرف كنت بدي احكيها جسلين هلا خلصت من القصه من هلا ورايح رح تقول ماما اشتقت لطبخاتك وهيك وكذا وبدها تبلش اختي تطبخ خلص عادي جسلين امك يعني مو غريبه شو فيها عادي جسلين قاعده باخر الصحراء فما بيجي كثير اشياء لهون ولا ساعه 2 كمان مسكرين عادي ما كان في غير برجر وبيتزا ما انا ما بحب كثير بيتزا ف هناكل برجر شو هالهديه هلال شو هالحمايه غير شكل شوف يا سوار شوف انت عندك مرت عم هيك ايه بس جيبها الحمد لله الحمد لله احلى هديه والله والله احلى هديه مبروك لا 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 ايها ايها ايها
صار هات هدايا نايس بيطلع حلوة فهيك حبايبي نوصل معكم لنهاية فيديو اليوم. ما توخزوا لما دعنا نصور لكم كل شيء لأنه حابين هيك نقضي وقت مع بعضكم ومنه نشارككم بوصل عنا وكفاجئنا جوسي. فانتظرونا بفيديوهات جديدة كتير حلوة وكمان جوسي حتنزل على قناتها قصص مع أما وين حيروحوا وين حييجوا بتعرفوا. فكتير انبسطت طلع عبالي اللي كمان نشوف اليوم والله كتير 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 بدي بس شوف ان شاء الله هالشي مرة تجي لهون. تقريبا كلهم اجوا لهون بس بعيد أميمة اجت لسه اعتقد واهله لسوا ابوهم ان شاء الله هن كمان يجوا لهون ونبسط مع بعض ونزور. والله يخليكم اهلكم جميعا اليوم ونحبكم كتير كتير كتير. فاذا حبيتوا هذا الفيديو حطوا لنا لايك واشتركوا للقناة وعملوا انستغرام تيك توك سناب. ما تروحوا يوم يا تحالكم لانه كل يوم في شي جديد على السناب. بحبكم كتير كتير كتير. ضلوا بخير بشوفكم بفيديو جديد. باي.